في توصيل المكثفات على التوالي لازم أشيك أن المكثفات جهدها غير مشحونة بالشكل التالي، تقريبا صفر، والثانية كمان، والثالثة. بوصل الآن التيار أو البطارية، لاحظوا معي، وباخذ الجهد الأول. بلاحظ أن الجهد الأول ستة وأربعين في المية، الجهد الثاني ضعف، تمام؟ إذا الجهد رقم اثنين. أما الجهد رقم ثلاثة فهو ضعف الثاني. إذا ستة وأربعين في المية زائد ستة وأربعين بالمية، يعني صفر فاصلة ستة وأربعين زائد ستة وتسعين تقريبا واحد ونص زائد، بيعطيني الجهد الكلي. لأن إذا جمعنا الجهود قارنته مع الجهد الكلي سأجده نفسه. إذن هذه هي القراءات، بقرأ الجهد المكثف الأول زائد الجهد المكثف الثاني زائد الجهد المكثف الثالث، وبعدين بأخذ الجهد الكلي أجد أن الجهد الكلي يساوي الجهد الأول زائد الثاني زائد الثالث، وبالتالي أعوض في القانون لحساب ساعة الأول. اللي لاحظته هنا أن المكثف الكبير جهده أقل ما يمكن، إذا كل ما زادت السعة كل ما زادت السعة يقل الجهد. من هنا لهنا السعة تقل إلى النصف، الجهد يزداد إلى الضعف، لأن الشحنة الأولى والشحنة الثانية والثالثة متساوية. إذا الشحنة على الأول هي نفس الشحنة على الثاني نفس الشحنة على الثالث، وعندما تقل السعة يزداد الجهد بهالاتجاه، وبهالشكل تزداد السعة فيقل الجهد.